تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية المخا الساحلية بتعز عقب فرضها سيطرتها على المدينة والميناء قبل يومين. وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكنت قوات الجيش من السيطرة بشكل كامل على كافة مواقع معسكر الدفاع الجوي الذي كانت قد تمكنت من دخوله في وقت سابق. وبحسب المصدر فإن هذا المعسكر الذي يشمل أيضا مقر اللواء 170 دفاع جوي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني بشكل كلي عقب معارك مع جيوب الميليشيا التي كانت لا تزال تتمركز في بعض مواقعه. في هذه المواقع عثرت قوات الجيش على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ الحرارية الموجهة التي فخختها الميليشيا قبل مغادرتها، إلا أن الفرق الهندسية استطاعت نزع المتفجرات وتفكيك تلك الصواريخ بحسب المصدر. في الطريق إلى المخا كما هو الطريق إلى جبهة أخرى، تبقى الألغام التي زرعتها الميليشيا هي المعرقل الأول لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة، وهو ما يفسر تأخر إعلان المخا منطقة محررة بالكامل على الرغم من سيطرة الجيش على معظم المدينة فعليا، إلا أن بقاء جيوب للميليشيا وراء حقول الألغام الكبيرة المنتشرة حول المدينة وداخلها يؤخر تأمين المدينة بالكامل، ولكن ذلك لم يعد سوى مسألة وقت لا أكثر.